والحدث الثاني عندما دخل أورشليم كانت الناس تبيع وتشتري في المكان المقدس في الهيكل، أي في دار الأمم. فقال يسوع: بيتي بيت الصلاة يدعى لكل الشعوب، وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. فأخذ صوت، وبسبب غيرته على هذا البيت طهر المكان من الباعة والمشترين ومن الفساد والظلم اللي كان يسود في تلك المنطقة. فطهر الهيكل ككاهن وجاء إلى المدينة كملك، وعمل هذه ارتجت المدينة وأعلنت أنه النبي والقاضي أيضا. لكن في نهاية الأسبوع رأت العالم أن المسيح هو المخلص الذي قدم نفسه فدية ومخلصا للجميع.